بدعوة من مجلس الشورى العام في الشمال السوري المحرر، وبمشاركة من الفعاليات المدنية والعسكرية، أعلن اليوم عن إطلاق المؤتمر العام لحملة جاهد بنفسك، والتي تقوم عليها سرايا المقاومة، حيث تهدف هذه الحملة إلى حشد الطاقات وإعادة التجنيد من أحجم عنها نتيجة خلافات سابقة كانت تعيشها الفصائل بعدما اجتمعت صفوفها مؤخرا ضمن غرفة عمليات الفتح المبين. طبعا هذه الحملة المباركة قامت بجهود إخواننا في مجلس الشورى العام، وذلك بعد استقرائهم للواقع حين رأوا حرص أغلب شرائح المسلمين على مشاركة إخوانهم المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى، وخاصة بعد في ظل هذه الحملة الشرسة التي قام بها أعداء الله المجتمعين حتى يستأصلوا شافة أهل السنة. وقد تمكن الحمد لله إخواننا في مجلس الشورى بجمع كافة الجهود باستقطاب إخوة في سرايا المقاومة وبعض الإخوة في الفصائل مثل غرفة فتح المبين وغير ذلك ليشاركوا في هذه الحملة، وفي الأيام القادمة إن شاء الله سيكون لهذه الحملة صدى في كافة المحرر من خلال المساجد والمنطقيات الدعوية وأيضا التغطية الإعلامية في كافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية إن شاء الله. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اليوم أطلقنا الحملة من أجل أن نجند شباب الأمة، كثير من شباب الأمة يريدون المشاركة في هذا الجهاد، وكانت بالنسبة لهم سرايا المقاومة الشعبية هي الملاذ الأول للخروج من كل التراكمات الماضية، فنحن إن شاء الله سرايا المقاومة الشعبية سنحمل هم أو سنحمل تداعيات هذه الحملة بكاملها، ثم بعد ذلك سنتواصل مع كل الفصائل لنزودهم بكل للإخوة الذين يعني انتسبوا لهذه الحملة. طبعا هم سيقوموا بتدريبات وتدريبات هذا على حمل على عاتق الفصائل. تتكاتف هنا جهود الفعاليات المدنية والمؤسسات الحكومية والفصائل العسكرية سعيا منها في إطلاق حملة جاهد بنفسك لصد عادية المعتدين ممثلة بروسيا وإيران وقوات نظام الأسد التي تسعى جاهدة للسيطرة على ما تبقى من الشمال المحرر. إبراهيم رضوان، OGN، ريف إدلب.